والبارحة تقريبا من الظهر بلشت فينا العاصفة، ظل يجي المطر حتى اجى الليل، وصار المطر الى الركب لهون. يلا طلعنا الاولاد صغار وطلعنا الحريم، طلعناهم لبرا، وظلنا احنا الزلم الكبار مثل ما تقول حراسة وما حراسة بالمخيم. هاي القرميد هسه قاعد اشيله انتقل لمحل ثاني، لان المكان هنا ما عاد قاعد بيه بالوقت الحالي. والله الاضرار كل شيء غراض فيه، عفش كذا، كله راح بالمي. طلعنا اول ما صرنا نطلع بهم اول باول، واجوا الدفاع المدني الله يجزاهم الخير، وطلعوا الناس اللي ظلت. والله بالوقت الحالي ماني عارف ايش بدي اساوي، يعني ما بيدي شيء بالوقت الحالي. هسه حاليا قاعد بطرف المخيم بخيمه ضربها المي، اما خفيفه شوي اشوى من هاي. عمار طلعت بالكاميرا طاف مخيم ضيوف الشرقية لدرجة أن المي توصل لأكثر من نصف متر أو أكثر تقريبا، للخيم اللي تضررت أكثر من الثلث، وطلعت عوائل تقريبا النص أو أكثر من النص، لكن اليوم رجعوا تقريبا، رجع قسم منهم، لكن متخوفين ومترددين بالوجود، يعني بوجود بالمخيم. والمخيم الآن بحاجة إلى سفنج، حرامات، بطانيات، عوازل، علما أن آخر سلة أجت من رمضان تقريباً.